بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المشاهدين، نرحب بكم في هذا اللقاء الخاص. احنا الآن موجودين في منطقة رأس العين في ضيافة السيد علي أبو محفوظ من محلات أبو محفوظ لمواد البناء اللي بتتمتع بشعبية عالية. مساء الخير أستاذ علي. بداية مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ علي. يعني بداية أنا حابين نعرف أستاذ المشاهدين بمحلات أبو محفوظ، هاي المحلات قديمة قام بإنشائها المرحوم الوالد. نعم. متى تم افتتاح هذه المحلات وشو كانت البدايات بأي مجال؟ كانت البدايات قديمة في بداية الخمسينات من أول هجرة الوالد من فلسطين. نعم. للأردن، وكانت عبارة عن دكان مواد تموينية وتأمن مي وكاز، لأن كانت المناطق هاي مش ما فيها. نعم. نعم. فبداياتها من سنة الخمسين تقريبا. نفس المحل. نفس هذا المحل، ولكن مش بهذه الطريقة، ما كان بناء قائم اسمنتي زي هيك. كانت عبارة عن زكايب صغيرة وبراكيات. هيك المنطقة كانت يعني. نعم. نعم. ومن ثم تطور هذا العمل تدريجيا، يعني حتى وصل انه في سنة ال 63 تم انشاء هذه المخازن بالشكل اللي هي موجودة عليه الان. وكانت في البداية عبارة عن بقالة مواد تموينية، ومن ثم تطورت إلى أن تكون فيها جميع أنواع الخردوات كأدوات الخياطة ومياكن الخياطة وصبات التدفئة اللي على الكاز ومراوح الكهربائية والعطارة والسنكرة في الستينات، أيام ما كانت السنكرة البوابير نعم، وتصليح صبات الكاز خلينا نحكي. نعم. يعني ومن ثم تطورت المهنة تدريجيا لغاية ما انت زي ما انت شايفه الان، عبارة عن محلات مواد بناء وادوات صحية واطقم حمامات وخزف. نعم. استاذ علي، نتحدث يعني انتم الان بتوفروا كل ما يلزم بما يخص موضوع البناء، ايضا نشاهد الاسمنت واكياس. ماذا تحتوي هذه الاكياس؟ هاي تحتوي على المواد الانشائيه اللي هي مواد الكسارات، الرمل والبودره والعدسيه. انا محلي بقوم بتامين الاسكانات والورش بجميع انواع الكميات القليله، يعني اللي هي الكميات القليله والكبيره، سواء كانت السيارات السناقل او السيارات الأربعة متر والاثنين متر. جميل. واللي بده شوال وشوالين، كميه بسيطه موجوده حسب حاجه الزبون موجود عندي. جميل جميل. انتم المناطق اللي بتغطوها الان؟ بنغطي تقريبا جميع مناطق محافظة العاصمة، وبيجونا زباين من المحافظات المجاورة زي مادبا ومحافظة البلقاء ومحافظة الزرقاء. بنأمن هذه المواد برضو. احنا ودينا لمحافظات اربد والمفرق والطفيلة والكرك في السنوات الماضية. ما شاء الله. يعني بعد هالسنوات الطويلة من إنشاء هذا المحل اللي بتمتع بشعبية عالية، طموحاتكم بهذا المحل، يعني شو طموحاتك القادمة؟ طموحاتنا أنه نتوسع في هذا المحل. توسعت قبل عامين من هذا السنة هاي، وطموحاتي أني أتوسع في نفس المهنة وأطورها، يعني سعى على تطويرها الآن إن شاء الله، وفتح فرع ثاني بإذن الله باسم نفس المحل في منطقة مرج الحمام أو منطقة. ان شاء الله. فضل. ان شاء الله. مصادرك من المواد هاي من تستورد لحسابك ولا من السوق المحلي؟ لا، الان انا بشتري من السوق المحلي معظم منتجاتي. طيب، شو بتواجهوا استاذ علي ابرز مشاكل ومعوقات مواقف سيارات، العماله، قانون الملكيه للمستاجرين، مي، كهرباء، شو في ملاحظات او مشاكل؟ المشكله الابرز اللي بتواجهنا الان تتلخص في نقطتين الابرز تنتين. هي نقطه الاولى مواقف السيارات وحملة إدارة السير القائمة منذ 3 شهور على الاصطفاف المزدوج، مع العلم أنه الشارع في حتى وإن كان في اصطفاف مزدوج في مصربين على الأقل ماشيات بسرعة يعني لا تتقل عن 40 إلى 60 كيلومتر بالساعة، يعني الشارع بيسمح بالاصطفاف المزدوج على طول شارع القدس، شارع رأس العين، ومع ذلك إدارة السير الله يعطيها العافية ما بيسمحوا لنا نهائيا بالوقوف في المزدوج لولا ثواني معدوده يعني. نعم. فبنطالب اداره السير يعني بالتعاون مع التجار في ساعات ما بيكون فيها ذروه ازدحام مرور
انهم يسمحوا للسيارات بالاصطفاف المزدوج والتحميل والتنزيل. نعم. والنقطة الثانية النقطة الثانية احنا بنعاني من العمالة، احنا مهنتنا بتحتاج عمالة أردنية وبرضه بنحتاج عمالة وافدة لأنها مواد ثقيلة. العمالة الأردنية قليل ثبوتها عندنا في المحلات التجارية اللي أثبت العمالة الوافدة. فاحنا بنعاني من مشكلة العمالة سواء كانت أردنية أو وافدة. نعم. أستاذ علي، بدي منك رسالة لجيل الشباب اللي حثهم على العمل. أنت بلشت بمراحل مبكرة واعتمدت على نفسك. رسالة لجيل الشباب. بوجه رسالة إلى إخوان الشباب في هذا الوطن الجميل، إنهم يسعوا إنهم يشتغل. الواحد إذا ما لقي شغل زي ما بده يعني، وإن كان صاحب شهادة، يلجأ إنه يشتغل في أي مهنة في أي مجال بيقدر إنه يعمل في هذا المجال ما بدون ما يكون عليه حمل أو ثقيل، وبس عنه يكون ما حدا يقعد يوم يسجل في سيرته الحياتية. نعم. ولا يوم يقعد عاطل عن العمل، يعني يشتغل إيش ما بيجي قدامه عبال. جميل جميل. أستاذ علي، يعني الأردن بلدنا وعمان العاصمة جلالة الملك، نعمة الأمن والأمان شو بتعني لك؟ والله هي نعمة نحمد الله عليها ونشكر جلالة الملك طبعا على جهوده. احنا بنحييك أستاذ علي أبو محفوظ. شكرا جزيلا. حدد للسادة المشاهدين عنوان محلكم. عنوان محلي في عمان شارع القدس راس العين بعد إشارة حي نزال، البناية الثانية، بناية 48 رقمها في الشارع. نعم، والأرقام زميل محمد خالد تظهر على الشاشة الآن. احنا بنحييك أستاذ علي أبو محفوظ وشكرا جزيلا على حسن الاستقبال والضيافة. شكرا جزيلا. أشكركم. شكرا. عظيم الشكر. الله يخليك.